سلام، حياكم الله متابعيني وين ما كنتم. محمد ملكاوي جديد ومقطع جديد. مقطعنا اليوم عن دار جيرلان الأسطورية والعريقة اللي طلت علينا بكوليكشن أبسولو دوريون اللي هي مركزات الشرق. سبب تصميمها العطور لإرضاء الذوق العربي والإقبال على عطور جيرلان بالوطن العربي. هالطريق نجحت فيه دار جيرلان من قبل بمجموعة صحارى الشرق، ولحد الآن نجحت ببعض من هاي العطور، وحاليا إن شاء الله بدنا نقيم لكم إياها ونحكي لكم أفضل العطور اللي ممكن تستخدموها. طبعا هاي المجموعة ما بتناسب الأشخاص اللي بيحبوا العطور الأورماتيك والفريش والأكوا، هاي العطور خصصت للأشخاص اللي بيحبوا العطور الشرقية الحادة الشرسة. في عطور أسطورية بتغير قناعتك التامة بمجموعتك العطرية، حتى بتحس إنها خارج نطاق التقييم وهي اللي بتقيمك مش أنت اللي بتقيمها، وبس تستخدمها بتسألها لو سمحتي أنت راضي عني أني بستخدمك، أموري تمام معك. وهاي من ضمن العطور. جاهزين؟ يلا نبلش. ونبلش بأول عطر بالمجموعة، سانتال رويال إصدار 2014، حقق نسبة مبيعات عالية جدا. هالعطر الفخامة والجمال والمناسبات الرسمية خليط مش طبيعي بهالعطر، من العود والورود والصندل والأخشاب والجلود والقرفة والعنبر والخوخ، مصنف على أساس أنه النوت الأساسية فيه الصندل، لكن يا دوب لمسات تلاحظ فيه خشب الصندل. هالعطر أنا بصنفه النوت الأساسية فيه العود والورد والجلد. مع هالعطر بتحس بالثقة والطرف وما بتروح بافتتاحية ملكية من الورد والعود، بتتمنى إنها ما تنتهي. بس يبرد العطر بعطيك وسط العطر ريحة جلدية حادة لكن غير مزعجة. بالنسبة لرأيي الشخصي، لو العطار تري واصر خفف حدة الجلود بهالعطر كان هالعطر كامل مكمل. عطر جميل بيستاهل الاقتناء، مناسب للأجواء الباردة والمناسبات، ومناسب للجنسين. سعره 200 دولار بحجم 125 مل. العطر الثاني بالمجموعة، عنبر إترنال إصداره 2016، عطر عنبري بمكونات العنبر الرمادي، وليزيدوا نتة العنبر أضافوا العنبر النباتي مع الأخشاب والجلود والكزبرة والقرفة، وليخففوا الحدة ويضيفوا لمحة أو لمسة سكرية ناعمة، ويصلح استخدامه للنساء. أضافوا زهرة اليالانج مع النيرولي والخوخ. عطر راقي جدا، مناسب للشتاء ومبدع فوحانه بالأماكن المفتوحة. عشاق توم فورد بلاك أوركيد بدعوهم يجربوا هالعطر، ثباته ممتاز وفوحانه ممتاز. سعره 200 دولار بحجم 125 مل. ونيجي للعطر الثالث بالمجموعة، عود إسنسيال إصدار 2017، أول عطر عود لدار جيرلان. بعد التجربة لهالعطر بقدر أحكي إنه جيرلان نجحت وكسبت المعركة بجدارة بإصدار هالأيقونة العطرية من العود. من أفضل عطور العود والأخشاب اللي استخدمتها على مستوى عطور النيش والديزاينر، تفوق تيري واسر بهالعطر بنتة العود بإضافة بخور اللبان. بتحس ريحة العود المحترق هي أجمل مراحل العود. صاحب العطر مجموعة من الأخشاب والزعفران والجلد والورد، المكونات اللي بتحس بتجديد وروح للعطر اللي ما راح تمل منها، وما بتحسه أبدا عطر عود ثقيل وكاتم، بالعكس بتحسه عطر خفيف وشبابي وحلو. عطر ما لاحظت له شبيه، بشوفه برأيي الشخصي مستقل، ثباته فوحان ممتاز للجنسين. هالعطر سعره 200 دولار بحجم 125 مل، مناسب للأجواء الشتوية والمناسبات. العطر الرابع بالمجموعة، مسك نوبل إصداره 2018،
هالعطر المسكي الوردي الخشبي بمكوناته الفلفل الوردي والزعفران والمسك والورد والأخشاب. لمسات الزعفران والورد والمسك بترتقي بهالعطر. لو شلت من سانتال رويال نوتة العود مسك نوبل لا راح ولا إجا، حتى بوجود مكونات هالعطر تشابه كبير بالقاعدة، يعني بس يبرد العطر بتلاحظ انك بتشم سانتال رويال. العطر جميل جدا، مسكي ناعم وأداؤه ممتاز، ناعم لدرجة بتصنفه أنثوي لكن هو للجنسين. العطر فواح بدرجة ممتازة وثباته حدث ولا حرج، تقدر تستخدمه أو تستخدميه بجميع الأوقات. سعره $200 بحجم 125 مل. العطر الخامس بالمجموعة بوا ميستيريو إصدار 2019، عطر جلدي. بداية العطر بتشم ريحة ورق الغار مع الجلد، وبس يستقر العطر ببين معك ريحة الياسمين والأخشاب. العطر لما رشيته شميت ريحة ورق الغار الكاتم المر اللي أبدا ما عجبني، بس يهدى العطر بوسط بتلاحظ ريحة الجلدية الواضحة، بصير العطر جميل وبتغير رأيك فيه. أنا بنصح دايما العطور الجلدية ما تجربوها على الأواعي، في حال حبيتوا تقطنوا عطر وتجربوه يفضل انكم تجربوه على البشرة، ببين معك النوتات العطرية اوضح وادق. عطر بتركيبته من الوسط للقاعدة رائع. هذا العطر وحش بالاداء من ناحية الثبات والفوحان، شتوي بحت. هو مصنف للجنسين لكن ابدا ما بيناسب النساء برأيي الشخصي، بحسه انه رجولي لانه خشن وحاد. سعره $200 بحجم 125 مل. العطر السادس بالمجموعة إنسانس ميثيك إصداره 2019، التوب نوتس اللي هو الديهيدات والورد والزعفران ونجيل الهند والفلفل الوردي والباتشولي. الالديهيدات هو مكون بيستخرجوه من الأشياء الليمونية اللي فيها حدة ليمونية مثل ورق الليمون، والعطارين بيكونوا حذرين جدا باستخدام الالديهيدات بتركيب العطور لأنها مادة أو تركيبة ذو جودة عالية جدا. وأشهر عطر استخدم هالتركيبة اللي هو N5 من شانل. العطر بدايته بودرية من العنبر وفيه لمسات من الورد والزعفران والبخور، ونوتة البخور بهالعطر هي اللي محليتها. طبعا العطر مثل إصدار صحارى الشرق اللي صورته موضحة فوق، نفس الريحة بالضبط، ما في اختلاف إلا ممكن حدة العنبر بهذا العطر أعلى شوي، ما بعرف شو سبب التكرار، لكن عطر خطير ومتعوب عليه. ثباته فوحانه عالي، مناسب للجنسين ويفضل استخدامه للرسميات. سعره $200 بحجم 125 مل. العطر السابع بالمجموعة واحد من ملوك عطور الليذر، كيور انتنس اصدار 2019. هالعطر المكون الاساسي الليذر مع لمسات من الزهور والتبغ وخشب الصندل والاخشاب والمسك. نوتة الجلد هون اتقدمت بطريقة مختلفة ومتزنة وغير عنيفة وجميلة ومميزة جدا. بس يستقر العطر بعطيك ريحة تبغية بلسمية خشبية واضحة جدا. من أجمل عطور الجلود اللي راح تستخدمها، وبنصح كل محبين عطور الجلود يستخدموا هالعطر على العمياني. ثبات وفوحان ممتاز، مناسب للأجواء الباردة. سعره $200 بحجم 125 مل ومناسب للجنسين. العطر الثامن أحدث إصدار وآخر إصدار بالمجموعة، باتشولي أردونت إصدار 2020. كنت متوقع من جيرلان ينزلوا من ضمن هالمجموعة عطر مكون الأساسي فيه الباتشولي، وفعلا ب 2020 شرفنا هالعطر. بداية وبعد التجربة بس رشيت من العطر شميت ريحة الباتشولي اللي بتنفرك، يعني زي كأنك ماسك ورق من أوراق شجرة باتشولي وفاركه بإيدك، فعلا بتشم ريحة باتشولي جدا حاد.
فأنا بالعادة دائما بحكي إنه ما حدا يحكم على العطر من أول ما يرشه، أعطيه نص ساعة، بعد نص ساعة تحكم على العطر. في عطور بتقدر تحكم عليها من البداية، وفي عطور بدها صبر ووقت لتحكم عليها. وهون بس يستقر العطر بتشم ريحة وردية جميلة مع الباتشولي. وبعد ساعة من تجربتي للعطر شميت ريحة مألوفة إلي من ضمن المجموعة، بس رجعت شوي اتذكرت ريحة سانتال رويال. هالعطر بعد بساعة بس يبرد بيشبه عطر سانتال رويال لدرجة كبيرة. يعني العطر تصميمه جميل انه باتشولي، بس بداية العطر بتلاحظ الباتشولي، بعد نص ساعة ساعة بتصير تشم سانتال رويال. العطر من ناحية الثبات والفوحان جبار. طبعا جميع المجموعة من ناحية الثبات والفوحان جبار، يعني الأداء فيهم رهيب، لكن في عطور مكررة. سعر العطر مثل إخوانه $200 بحجم 125 ميل، برضو بتقدروا تستخدموه للجنسين. طبعا اللي ضربت عينه على إصدار الكوليكتر أديشن هو نسخة محدودة نفس ريحة عطر سانتال رويال، لكن شكل العبوة بيختلف. بالنسبة لرأيي الشخصي، إذا حبيت أو حبيتي تكتني واحد من هاي العطور، أول عطر اللي هو سانتال رويال، والثاني عود إسنسيال، والثالث كيور إنتنس. وإذا حبيتي أو حبيت تطير الراتب، إنسانس ميثيك. هالأربع عطور إذا امتلكتهم امتلكت المجموعة كاملة. ليش اخترت هذول العطور؟ سانتال رويال خليط بين العود والورد، جميل جدا، عود من أنظف العطور، العود اللي ممكن تستخدمها. الكيور عطر جلدي لطيف ومختلف عن أي عطر جلدي ممكن تشمه، بعدين جلدي بحت. والإنسانس ميثيك هالعطر في ريحة بخورية بخليك تعشق العطور الشرقية. وبهيك إن شاء الله يكون المقطع عجبكم. ما تنسونا من الدعم لنستمر، تابعوني لتستفيدوا، وهي حسابي على انستغرام لأي سؤال أو استفسار. مع السلامة.